الوقفه الاحتجاجيه ديالهم اللي منظمها الكونفدراليه. هذا تعبير على السخط ديال المغاربه وديال هذا الوضع الكارثي اللي كنعيشوه كمغاربه، وحنا لا نقبلوا هذا الوضع هذا، لان الحكومه ملي جات ببرنامج ديال تدبير الامور سواء الشان الداخلي او الخارجي، كنشوفوا بان الوضع كارثي كيعيشوه المغاربه، والتجمع اليوم راه غادي يتطور للامور اخرى. حنا غنحيوا به ذكريات ان شاء الله اخرى، لان ما غنوقفوش عند هذه الحداده، لان الحكومه تسيبت على المغاربه. كنشوفوا الزيادات الصاروخيه كتزيد نهار على نهار، وهادشي ما غنقبلوش، لان الحكومه جابت برنامج اليوم كيطبق عندنا برنامج اخر. اذا الحكومه ملي جات باش تبدا تدبر الامور كانت كتكذب على المغاربه، وتبين هادشي هذا من خلال هاد الزيادات الصاروخيه. حنا كنشوفوا اليوم منطقه البلاد المغرب بلد فلاحي وكناكلوا بطاطا ب 6 دراهم، وبلد اللي تقريبا عنده ثروات اللي ما كنستافدوش منها الطبقه اذا هنا الامور واضحه، الحكومه كانت كتكذب على الناس. اذا انا كنقولوا مباشره للسيد رئيس الحكومه، يا اما تدبر الامور وتوسط الوضع نعيشوا كاملين، ماشي الطبقه الكادحه تعيش وضع والطبقه المتوسطه تعيش، ما بقاش طبقه متوسطه اليوم، كاين السفلى وكاين السماء، والسماء راه معروفين. اذا الحكومه كتعيش في السماء، حنا مغاربه كنعيشوا في الارض، حنا ما غنقبلوش نعيشوا في الارض، وغنمشيو في الاتجاه ديال اننا نتقدم معهم وباي وجه من هذا، والثمن غدفعوا الحكومه. حنا ما راضيينش بهاد الاغلى الاسعار ديال المواد الغذائيه وديال هادشي ديال ليسانس والمازوت وهادشي والعيشه. تقهر الدرويش هو اللي كلا الدق، فهمتي؟ حنا واكلين الدق اخويا بزاف، كنتمنى من اخنو شي فهمتي حيدوا علينا هاد الاسعار هادي، لا قبل شره الكاتنا في الصحه ديالنا، والله العظيم راه حنا ما خدامين ما والو، احنا عم رايحين ملي غنجيبوا المدخول ورينا شكون اللي غيصرف علينا، شكون اللي غيعطينا المدخول، فهمتي؟ حنا عندنا الكرا، عندنا الدراري مراد، عندنا بزاف د المسائل، ما كاينش اللي يعتقك وما كاينش اللي غيرحمك، راه بزاف علينا تقهرنا، لا للغلاء لا للاسعار هادي حشومه. مسيرة سلمية، لا للغلاء ضد الغلاء، سخنوس ارفق بالمغاربة، راه حشومة وعيب وعار. هاد الزيادات الصاروخية لا محل لها من الإعراب، راه لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليهم الله سبحانه وتعالى، الناس اللي في الجبال ليهم الله سبحانه وتعالى، كيفاش يوصلهم داكشي؟ كيفاش عاد القدرة الشرائية ما كايناش، عاد الزيادة في الأجور، أبسط 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 وسائل العيش كلشي تزاد فيه، الراتب الشهري بقى واقف. هذا اللي عنده، اللي ما عندوش يحسن عونه ولينا الله. يا حكومه يا اخ النوش، ارفق رفقا 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 بالمغاربه. الوقفه هي اولا من اجل اثاره ديال الانتباه الدولة والحكومة بأنه التزامات ديالها في توقيع اتفاق ديال 30 أبريل في الحوار الاجتماعي الأخير ما كانش التزام بواحد العديد ديال النقاط، وعلى رأسها مسألة ديال تحسين ديال الدخل، وعلى رأسها مراجعة النظام الضريبي. هناك ما غياب ديال الالتزام ديال الحكومة، وعلى رأسها كذلك مسألة ديال الحريات النقابية. اليوم واحد العديد ديال القطاعات كتعرف احتقان اجتماعي، كاين ضرب الحريات النقابية، كاين مكاتب نقابية ما كتوصل شيء بوصولات الإيداع ديالها. دونك هذا الوضع في الجانب ديالو اللي كنتكلموا عليه انه دفعنا ناخذوا هذا القرار. هذا كاين الوضع اللي هو عام اللي كيهم القدره الشرائيه ديال العموم المواطنين، غلاء ديال الاسعار ومساله ديال المحروقات اللي قدمنا فيها مقترحات من اجل اعاده تشغيل معمل لسامير، وكذلك الضريبه للشركات. هادشي هذا كله ما كانش تجاوب ديال الحكومه معاه، هادشي كله اللي زاد كملوه هو قانون الماليه 2023 اللي قدمنا فيه مقترحات من اجل انه تحسين ديال الدخل بما يتماشى وغلاء الاسعار، لكن للاسف القانون الماليه جاء يعاكس طموحات ديال المغاربه وديال الطبقه العامله، جاء باش يعطي الاستفاده للشركات الاحتكاريه والبرجوازيه على حساب الطبقه العامله وعموم الكادحين. لهذا حنا كنعتبروا اليوم المغرب في وضع اجتماعي متأزم كيستدعي التدخل، كيستدعي بدل القمع والحصار اللي كتشوفوا اليوم في الوقفه انه الدوله خصها تجاوب مع المطالب ديالنا.